هو في مفهوم خاطئ عن استخدام اللون. اللون الأحمر مش عارف بيخليني عامل إيه، اللون الأسود بيحسسك بإيه. كل ده برضو كان من العرف القديم. اللغة الجديدة للقرن 21 في التصميم هو أنا إزاي بستخدم اللون وعايز أقول إيه باللون. يعني ممكن أعمل مبنى كامل بينك، ممكن أعمل whole interior design pink، بس يت إزاي هستخدم البينك. فإتس always about the way we use colors، مش اللون ايه. يعني هنا ما ينفعش اقول مش هينفع استخدم اللون الفلاني، لا، مفيش حاجه اسمها ما ينفع او مفيش حاجه اسمها ما ينفعش. اللون هيوصل ايه في الديزاين، هي الاكسبيرينشال ديزاين او الاكسبيرمنتاليزم ان جنرال. ده معناه ان انا بقعد اجرب لغايه، وده اللي حصل بالظبط في التصميم. انا ما فكرت في تصميم، فكرتش في لون، انا فكرت في احساس، في هيومن اكسبيرينسز، في اوبجكت، وبعد كده بحاول احط لون واجرب اشيل. فهو ده استخدام اللون في القرن 20، هو اتس كاجوال. ما ينفعش اقرر اللون قبل ما ابدا تصميم. انا اللون هو شرينكينج في العمليه التصميميه، مش بدايه التصميم ولا اخر التصميم. ده من افضل البروجكتس اللي جات لي. مش من الطبيعي في كوني معماري ان يجي لي مشروع ملوش وظيفه. فيت في المرحله دي you decide to be an artist and be expressive and you should say something. والحاجه اللي عايز اقولها هو باستخدام الاوبجكتس، مرحلة كسر كل ما هو متعرف عليه، كل ما هو تقليدي، كل ما هو اللوجيك. ودي مرحلة الثورة اللي بيحاول يعملها المعماريين في العالم كله، اللي هو الخروج عن المألوف. خلاص we no longer design 2D, everything it's all about technology and software. أول حاجة ممكن تيجي تقوليها مع painting company أو شركة دهانات، هتعمل project مع ديزاينر. فاستخدام اللون هو أهم حاجة في عنصر الفيجوال. الفيزيكال with the color بيتحدوا مع بعض بيكون إحساس معين. It's not just color project, it's expressive project using colors. فهي دي الثورة somehow اللي بيخلقها التصميم ده.